إن حضرتك بتشير إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقة، لو حبينا نتكلم عن وضع أصحاب الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة واهتمام لجنة التضامن الاجتماعي بيهم، هل في مناقشات بتجرى فعليا للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم؟ هل في بعض يعني الأمور الهامة اللي تم وضع النقاط عليها لوضعها في القوانين وتشتمل عليها القوانين بخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة؟ نعم، هذا القانون كان يهم قطاع عريض من الشعب المصري، عدد كبير، وكل شخص ينتمي إلى هذه الفئة معه أسرة بالكامل تعاني. يعني بعض المؤشرات تقول أن العدد تجاوز 13 مليون داخل مصر. نحن الآن حتى نعالج هذه القضية داخل القانون نفسه بوجوب وجود قاعدة بيانات دقيقة حتى نستطيع أن نتعامل مع أي فئة من الفئات بشكل علمي منسق، وأيضا بشكل تشريعي يستهدف الفئة المستهدفة. هذا القانون يعني تم إحالته إلى اللجنة، أحاله الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بتاريخ 17/7/2006. منذ هذه اللحظة والسادة أعضاء لجنة التضامن خلية نحل وخلية عمل، بدأنا في جمع كل المعلومات، في جمع كل المشاكل التي يعاني منها تلك الفئة. أود أن أوضح أن القانون السابق الذي كان يعالج قضية ذوي الإعاقة هو القانون رقم 39 الصادر عام 1975. يعني عايزين نقول إن إحنا عندنا 41 عام ما حصلش فيهم أي مداخلات تشريعية لنتواكب مع ما يحدث على الصعيد العالمي أو حتى على الصعيد المحلي. ومن هنا يعني تراكمت المطالب وتراكمت الطموحات وتضخمت المشاكل التي تواجهها هذه الفئة. بعد الإحالة مباشرة عكفت اللجنة على مواد هذه القانون، كنا ندرس 72 مادة، وتم دمج بعض هذه المواد ويعني إضافة بعض المواد وحذف بعض المواد، حتى خرجت مسودة هذا القانون عبارة عن 9 أبواب و51 مادة. بعد الانتهاء من عمل اللجنة هناك منهج جديد وسنة طيبة حسنة تحدث الآن داخل مجلس النواب، وأعلنت في القاعة أنه انتهى زمن القوانين سابقة التجهيز أو معدة بشكل معين، وبالتالي تم الدعوة، اللجنة دعت إلى حوار مجتمعي موسع. آلية هذا الحوار أننا نستدعي كل من له علاقة بهذا القانون في 27 محافظة، جميع أنحاء البلاد من أسوان إلى الإسكندرية. بحثنا عن الجمعيات والمؤسسات والمدارس والنقابات، من الذي يهتم بهذا القانون، ووجهنا الدعوة. ونحن الآن وسيادتك معنا هنا داخل قاعة مجلس النواب يعني نمارس مسألة الحوار المجتمعي. هذا هو اليوم الأخير للحوار المجتمعي الذي بدأ يوم السبت الماضي وسينتهي بمشيئة الله اليوم. خلال هذه المناقشات استمحت إلى 576 مداخلة في جميع مواد القانون، بدءا من مواد الإصدار وحتى المادة 51. اشترك معنا 243 جهة،
مؤسسة ونقابة ومدرسة، وأيضا ساهم معنا جزء كبير من السادة المثقفين والمتعلمين والسفراء. اليوم كانت القاعة بتشهد مجموعة من السفراء وبعض ممثلي الدول العربية كانوا معنا اليوم في هذه القاعة وأدلوا بدلوهم أيضا. يعني انتهت يعني الجلسة الأولى لهذه المناقشات، وقد أعلنت أمام الجميع أننا سجلنا ووثقنا كل ملحوظة تم الإعلان عنها في هذه القاعة. سأعود بحصيلة هذه الملاحظات وهذه المداخلات، سأعود بتلك الحصيلة إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، ونراجع 51 مادة بالكامل للنظر في الملاحظات الفاعلة.